تعتبر الألعاب النارية جزء كبير في الاحتفالات والأعياد حول العالم، رغم خطورتها إلا أنها لا تزال تباع بطرق غير نظامية. فالألعاب النارية هي من أهم وأخطر العوامل المسببة للعمل اللي تردنا في الطوارئ، خصوصا في الأعياد، فلا تقلب فرحتك إلى مأساة. تتراوح الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية ما بين المتوسطة إلى شديدة الخطورة، ممكن تؤدي إلى فقدان البصر تماما. هذه الإصابات قد تكون تمزق أو نزيف في ملتحمة العين، تمزق وجروحات في القرنية، تمزق في صلبة العين، التهاب في قاع العين، انفصال في الشبكية، وجود أجسام غريبة عالقة نتيجة من الشظايا من الألعاب النارية. قد تؤدي لاحقا إلى تحرك في العدسة الطبيعية في العين، السادة والماء الأبيض، الجلوكوما أو ارتفاع في ضغط العين، أو حتى لا سمح الله فقدان العين تماما. في حال حدوث إصابة في العين، ننصح عدم فرك العين أو الضغط عليها، تجنب غسل العين، تجنب محاولة إزالة أي جسم غريب عالق في العين، وعدم استخدام أي دواء أو قطرات إلا بوصفة من الطبيب، وتوجه مباشرة إلى الطوارئ حتى تتلقى العناية اللازمة. وفي الختام، عدد الإصابات في هذا العيد نبغاها صفر، وكل عام وأنتم بخير.